دايما بنتكلم على اشرف بن شرقي ان الديسيجن ميكنج بتاعه دايما مميز جدا. النهارده كم ديسيجن ميكنج عند اشرف بن شرقي خاطئ مبالغ فيه، يمكن اكتر من واحده، مظبوط. وفي واحده انت اتكلمت عليها كانت في عليها في الدقيقة الشوط الثاني 78، بالتحديد في الدقيقه 78، كانت تودي الناحيه الثانيه بس رزاق الثانية زيزيه إفرقشة. منفرد تماما، فضل ان هو يلعبها لعمر السعيد على الخط ناحيه اليمين. مش أشرف بن شرقي بس، أنت ذكرت نقطة مهمة، أشرف بن شرقي، لأن مش متعودين إن أشرف بن شرقي القرار عنده كده. بالكم ده بالظبط كده. فرقة الزمالك النهاردة عندها مشكلة كبيرة قوي في القرار. من أول البنة تحت يا أيمن، يعني وأنت بتبني حتى تحت، ودي مش النهارده، بتتكلم على مدار الموسم. زي ما احنا انا وداود دايما عمالين بنتكلم على فكره المنظومه الدفاعيه، فريق الزمالك عندها مشكله في برضه المنظومه الهجوميه. انت القرارات بتاعتك غلط، دي سببها حاجتين. اولا ان تعليماتك بره من المدير الفني، انت ما فيش حاجه واضحه قادر تفهمها لاعبتك، فبالتالي انت بتلعب على اللي هي اللقطه واحده او اللعب. السيناريو اللي هو الواحد، فكره ان الفرقه اللي قصادك بتستناها تغلط فانت بتبقى رياكشن. فانا بكلمك على فتره كارتيرون، او ان انت مجهود فردي بتقدر تشتغل بيه، لكن مفيش. وفي نقطه ثالثه برضو انا بشوفها من عيوب عن نادي الزمالك في وهي المنظومه الهجوميه، فكره تحرك من غير كوره. يعني مثلا النادي الاهلي عنده دي مميز جدا، وموسيماني اشتغل عليها كويس جدا مع فرقه النادي الاهلي. فرقه نادي الزمالك التحرك بدون كوره سيء جدا. تكمله كمان ان لو في قرارات غلط موجوده جوه الجيم بتبقى عامله لك مشكله، فبتشوف المنظر ان كميه ميس باس كتيره، بيبقى عندك مشكله في عمليه البناء. بنشوف ان عبد الغني او محمود علاء وهم بيبنوا الهجمه داود تحت، القرار السهل مس باسز بسيطة جدا بالظبط، يعني، القرار السهل كمان يا ايمن ان انا بروح اعمل الطويل، وبرده دي كانت حالات فبكسر موجوده كتير، استحواذ بنسبة فبكسر كبيرة جدا. استحواذ. فكره ان انا اخد ريسك في الثلث الاخراني، لكن الكرة الحديثة دلوقتي وانت بتيجي تلعب عملية البنا ده الكرة دي عزيزة جدا. انت بتشوف مثلا عندي مثلا، طبعا ما فيش مقارنة، بايرن ميونخ مانشستر جوارديولا سيتي بالظبط، بالتحديد. برافو عليك. انت بتتكلم ان الكرة ما عندوش مشكلة يفضل يقعد 10 دقايق بيستحوذ لغاية لما يلاقي ثغرة يبتدي بينتريت منها. الزمالك ما بيعملش ده، الزمالك واحدة الثانية لا، الثالثة والجول كيبر والرابعة لازم اخد مشارك الريسك. في منظومه طبعا بناء الهجمه طبعا يعني. شفنا جو هارت مشي من مانشستر سيتي وكان حارس مميز جدا عشان عشان رجله ما كورته بيشتغلش قليله كويس. شويه. فانت عندك مشكلة في التحرك من غير كورة سيء جدا فرقه الزمالك، لان الخطوط بعيده وكله متمركز في حته واحده عايز يشتغل في الحته بتاعته، ما عندكش تخرج في المراكز، دي عامله لك مشكله. دي برضو محتاجه علاج من المدرب الجديد لما يجي يشتغل مع نادي الزمالك.